حقيقة المسرح الروماني المكشوف اللي بيقع في المدينة التراثية بعيد عن المباني المتميزة في مدينة العالمين الجديدة لأنه مقام على الطراز الروماني. المسرح ده بيتسع لألف شخص في الحفلة الواحدة. تعالوا نرجع تاني لزميلتنا فاطمة خليل واللي هيكون معاها لقاء خاص مع هشام التهامي، هو المدير التنفيذي لمشروع المسرح الروماني بالعالمين، عشان يقول لنا إزاي تم تنفيذ التحفة المعمارية دي اللي بتكمل الشكل المميز لمدينة العالمين الجديدة. فاطمة برحب بيكي مرة تانية وبضيفك. برحب بيكي ليلى وبرحب بالساده المشاهدين مره اخرى، وما زلنا نتابع اهم فعاليات طبعا مهرجان العالمين في دورته الثانيه. واكيد احنا في مدينه العالمين الجديده اكيد واحنا موجودين فيها مش هنقدر ان احنا ما نتكلمش عن مجمع السينمات والمسرح الروماني، عشان كده معانا دلوقتي الباشمهندس هشام التهامي المدير التنفيذي لمشروعات طبعا المجمع السينما والمسرح الروماني. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بيكم، اتشرفتونا في مدينه العالمين. متشرفين طبعا بحضرتك وبوجودك معانا على شاشه القناه الاولى. عايزين نتكلم عن تنفيذ مشروعين كبار زي مشروع مجمع السينمات طبعا في مدينه العالمين الجديده وايضا المسرح الروماني، تنفيذهم كان عامل ازاي والتفكير فيهم من البدايه كان عامل ازاي؟ هو مبدئيا ده المشروعين دول جزء من المدينه التراثيه، ده ميجا بروجكت متقسم لعده مشاريع صغيره. نعم. كان البدايه بتاعه المشروعين ابتدت من فعاليات المهرجان السنه اللي فاتت، كان اتعمل بلان ليهم واتعمل مايلستون المسرح الروماني ومجمع السينمات، وفي ايفنت تاني هيتعمل في ارض المعارض اللي هم يكونوا من ضمن فعاليات المهرجان للدوره الثانيه بتاعته في مدينه العالمين. والحمد لله حققنا المايلستون بتاعه اللي المسرح الروماني قام فيه دلوقتي، لحد دلوقتي حفلتين وما زال هيقام فيه حفلات تانية، وبننتظر الايفنت اللي هيتعرض ان شاء الله في الايام القادمه. ان شاء الله. حضرتك كنت بتكلمني قبل الهوا ان مشروعين كبار زي مجمع السينمات هنا في مدينه العالمين الجديده وايضا المسرح الروماني هم مشاريع خاصه، لماذا؟ لان هي مشاريع بتارجت كاستمر معين. احنا المدينه الهدفها ترفيه، فاحنا طابع المدينه عموما التراثيه فيها جزء ترفيهي وجزء ثقافي جزء ديني، فده بنتارجت بيه الكاستمر اللي هيجينا اللي يكون داخل المدينه مجتمعه الخدمات. طيب لو هنتكلم بالتفصيل عن كل عدد من الجمهور والزائرين طبعا المسرح الروماني مبني على اي طراز؟ المسرح الروماني مساحته 1300 متر مربع، بيسع ل 4000 فرد. المسرح متصمم على الطراز الفرعوني بمحاكاه اساليب التنفيذ الحديثه من كلادنج من جي ار سي. مجهز المبنى المسرح الروماني حواليه لاندسكيب بيخدمه باركنج لانتظار العربيات بالكامل. بيتسع لكام فرد؟ 4000 فرد. 4000؟ طيب نتكلم بقى عن فكره مجمع كبير للسينمات داخل مدينه العالمين الجديده، حضرتك قلت لي انها مجمع كبير بيضم عده قاعات، نتكلم بالتفصيل عنه. المجمع مقام على 800 متر مربع، بيضم خمس مباني، الخمس مباني دول مكونين من تسع قاعات، التسع قاعات دول بيسعوا ل 1100 فرد. في مباني خدمية للمجمع عبارة عن 2 كافيتيريا، 16 محل تجاري، 19 مطعم متنوعين في المساحة، بلازا بتضمهم علشان الجمهور يقدر يستمتع ويقدر ينتظر الفيلم اللي هو عاوز يخشه. هل تم إنشاء المجمع كله، مجمع السينمات كله لحد دلوقتي؟ كله؟ أيوة يا فندم. قلتني إن في مراحل كتير لسه ما انتهتوش فيها. المات بالكامل اتنفذ لما احنا افتتحنا اول قاعه موجوده في اي بي في المجمع. طب وباقي القاعات هيتم افتتاحها امتى؟ ان شاء الله في خلال المواسم بتاعه المهرجان العالمين، ممكن الموسم اللي جاي يبقى المجمع كله باذن الله جاهز للجمهور. لو هنتكلم عن مده تنفيذ المشروعين، كل طبعا مشروع على حده، خدوا مده قد ايه؟ احنا بنتكلم على المشروع اللي هو ميجا بروجكت، فاحنا في مايلستون يتنفذ بالفعل في المجمع والمسرح، فده استغرق تنفيذه تقريبا في حدود سنه ونص او سنتين ماكسيموم. الوقت ليه اهميه عندكم؟ طبعا، لان ده ميجا بروجكت وبيتارجت كذا مشروع جواه، فكلهم تقريبا اولموست 80% من المشروع كونستراكشن خلصان. الجديد اللي ممكن نشوفه في الفترة القادمة في المسرح الروماني سواء بقى في تجهيزاته أو في كمان تجهيزات القاعات الموجودة في مجمع السينمات؟
الجديد اللي هو الساوند سيستم او اللايتنج عموما هيبقى فيه اساليب مختلفه هيتارجت بيها المسرح الروماني ومجمع السلامات الجمهور عشان يجذبهم ليه. هل كان في صعوبات واجهتكم وانتوا بتفكروا ان احنا ازاي هننشئ مجمع سينمات كبير داخل مدينة العالمين الجديدة او مسرح روماني بيضم العديد من الطراز والبناء وبيضم العديد من الكراسي يعني اللي هي هتستقبل فيها الجمهور والزائرين؟ هو كان يهمنا الاول الكاستمر اللي هيتارجت المدينة اللي احنا نجذبه للمدينة، فالمدينة اصلا مصممة اللي هي فيها جزء ترفيهي جزء ثقافي جزء تجاري علشان الكاستمر اللي هيجينا يكون داخل مدينة مجتمعة الخدمات، ففيها يبقى جزء ترفيهي حابب اللي هو يخش جزء ثقافي موجود، حابب اللي هو يخش حاجة تجارية برضو موجود. باشمهندس عايزين نعرف هل كان في صعوبات واجهتكم وانتوا بتفكروا في الفكره وفكره انشائها او في التنفيذ على ارض الواقع؟ الطابع المدينه عموما، المدينه متاخد عليها اسلوب اللي هي مدينه صيفيه، فبحيث يعني فكره انشاء مجمع سلمات ومسرح روماني في حد ذاتها ده يعني فكره صعبه تقبلها للجمهور بحيث ان المدينه طابعها صيفي. طب يعني هي مدينه سياحيه من الطراز الاول وهي مدينه العالمين الجديده وطبعا زوارها كتير جدا، فايه اللي كان يخوف ان انتوا تعملوا مجمع سينمات كبير علشان يضم كل هذه الزوار في داخل مكان واحد هو مجمع سينمات او المسرح الروماني؟ الجذب، جذب الجمهور. ازاي هنجذب الجمهور للمدينه؟ ويعني وحظنا الحلو لمهرجان العالمين وفر لنا ده انسب برزنتيشن للمدينه. هو متهيألي مدينه العالمين الجديده مش محتاجه دعايه ليها ولا محتاجه جذب للجمهور، هي طبعا الجمهور بيزورها من كل انحاء العالم، واحنا يمكن ده شفناه في مهرجان العالمين كثره الزوار وكثره الجنسيات المختلفه من زائري المهرجان. بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس هشام التهامي المدير التنفيذي لإنشاء مشروعات مجمع السينمات في العالمين الجديدة وأيضا المسرح الروماني. شكرا جزيلا. شكرا حضرتك. شكرا حضرتك وشكرا ليك. لسه مستمرين معاكي يا ليلى على مدار الحلقة وفي فقرات كتير جدا وفي انترفيوز كتير جدا، أنا معاكم. شكرا ليك يا فاطمة وشكرا لضيفك اللي ادانا بريف أو مختصر عن المسرح الروماني والمجمعات السينمائية المختلفة اللي موجودة في العالمين الجديدة.